اختبار حقيقي تعيشه حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر لمواجهة أسوأ أعمال شغب تشهدها البلاد منذ 13 عاماً، والتي اندلعت في أعقاب مقتل 3 فتيات صغيرات وإصابة 10 آخرين بالقرب من مدينة ليفربول شمال غرب إنجلترا. المظاهرات المستمرة منذ أيام يتهم كير ستارمر أقصى اليمين بالوقوف خلفها والتحريض عليها بعد انتشار معلومات مغلوطة بوسائل التواصل الاجتماعي حول مرتكب الجريمة، ما جعل الجماهير الغاضبة ترتكب أعمال شغب في نحو 5 مدن كبرى وسرقة المحال التجارية والمولات الصغيرة. وازدادت حدة المواجهات بين المحتجين وعناصر الشرطة التي أصيب منها العشرات خلال محاولتها صد زحف التظاهرات، ما دفع الشرطة البريطانية إلى اعتقال ما لا يقل عن 90 شخصاً من المحتجين لارتكابهم أعمال عنف وشغب، بعدما تغير دافع التظاهرات وانتقل من الاحتجاج على مقتل الفتيات الثلاثة إلى احتجاجات ضد الحكومة وسياسة الهجرة، مطالبين الحكومة بطرد المهاجرين من جميع أنحاء البلاد. ومع توعد جماعات منتمية لأقصى اليمين بمواصلة التظاهرات وإقامة الفعاليات الرافضة لسياسة الهجرة، رفعت الشرطة البريطانية من استعدادها بإمدادات جديدة لعناصرها المنتشرة في المدن، وتوعدت الحكومة بتحويل جميع المقبوض عليهم للقضاء ومحاكمتهم والرد بقوة على محاولة التخريب التي تتخلل الاحتجاجات، ما ينذر بولاية شديدة التعقيد لحكومة ستارمر بدأت ملامحها مع شهره الأول.